بي ام دي، عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع. ما عنديش حاجه يعني سبيسيال، مي الايامات اللي مرت فيها اللي مرت فيها. أسوأ يوم مر في حياتك؟ مش عارف صراحه، خمم شويه. يمكن نهار في الجامعه صرا لي بروبليم في الجامعه وما لقاوليش ديبلوم تاعي، حسيت بلي راه. اخر حاجه هديتها واش كانت؟ اخر حاجه هديتها مش عارف، ساعه لصاحبي. شخصيه تتمنى تقابلها؟ شوف خالد. شخص راك متوحشو؟ يمه. شكرا لك بي ام دي، شرفتنا بحضورك. نخلي لك الكلمه الاخيره. لك حلات صراحة، 20 كاستيون جازو بسرعة كما نقولوا. فوالا ايميسيون كونسيبت بيان وتمتعت معكم. ميرسي للبيبليك اللي راه يشوف، ميرسي للبيبليك اللي راه يتبع فيا، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم. وميرسي النهار ولايف لاف يو جايز.